القانون هذايا اللي تعدل المرة الثانية في نسخته الثانية اللي سوبوزي معادلة ما هي باقي تقعد اختيرة وسيبقى اختيرة في تونس، خاصة أنه فما فيه برشا فصول يتعارضوا مع الدستور، يتعارضوا مع مواثيق دولية، يتعارضوا حتى مع حق الإنسان في الحياة أو حتى المتعارف عليه لحاملي الزي وحاملي لابسين الزي وحاملي السلاح في التدرج في استعمال القوة. القانون هذايا سيبقى اختيرة وقادر أنه يشرع البرشة أوامر ومناشير أخرى تليه. القانون هذايا زادا سابقة اختيرة لأنه أنا نعتبر أنه يلسفي تعدى القانون هذايا ويكمل يتعدى حالة الطوارئ ونسكر تونس ونروحوا. لا عاد عندنا حاجة اسمها ثورة، لا عاد عندنا حاجة اسمها حرية التعبير، لا عاد عندنا حاجة اسمها حقوق أو حريات في تونس. احنا اليوم محضرين بلانين كامل لما بعد التصويت على القانون، باش نحضروا روحنا في الطعن، باش نحضروا روحنا ونراسلوا الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه القوانين، باش نحاولوا نخدموا قدر الامكان وننسقوا مع الجمعيات والمجتمع المدني والاحزاب الموجوده في تونس قدر الامكان باش نطيحوا القانون الزجري هذا. رينا احنا عدم احترام قرينة البراءة من قبل بعض النقابات الأمنية وهذا مرفوض بالنسبة لنا. ريتوا كيفاش ينشروا الصور الأشخاص اللي تم إيقافهم وفي بعض الأحيان ثبت أنهم غير متهمين بأي شيء، وبالتالي هذه الحقيقة التجاوزات هذه ما يزماش تتكرر ولا تحتاج إلى قانون لحماية الأمنيين بل تحتاج إلى قانون لحماية المواطنين بدون تفكير عمر وغيره والضحايا من الشباب اللي توفوا معناها نتيجة القمع أو نتيجة مطاردة بوليسية.